GFX Academy. البرسبكتيف انجل ودي الحاجه اللي انا نسيت اقولها دي ما بتشتغلش الا لما بعمل روتيشن على 3 دي يبقى بضغط دبليو من الكيبورد بعد ما بحدد العنصر اللي انا عامله اللي هو الموف كليب وابدا احرك دي مثلا على المحور واي وباجي بقى هنا على ده بس البرسبكتيف دي بتدفعني قوي في موضوع الانيميشن لما اعمل افكتات على الانيميشن بتاعي ممكن هنا طبعا هي لو كده زي ما هي كده عمرها ما هتعمل حاجة هات الاكس تعالى كده معايا على الانجل الزد امسك الفري عايز اخد الزد بس ما بتعملش حاجة مع الزد تمام اخد الفري بس انا اعمل حاجة زي كده وده البرسبكتيف انجل او زود الكاميرا بتبقى حاجة زي كده تعال نشوف ده كيوب لفيته شوية عن محور هنا بانت او بقى موضوع الثري دي هنا ممكن اعمل انيميشن بالحاجات دي بس هنا نمسك محور الزد وبلفه طبعا هو هنا مش هيعمل لي حاجة زي ما احنا عرفنا لان هو زي ما هو كده الاكس او الواي يعني بدون اي لف او روتيشن للعنصر الخاصية دي ما تنفعنيش خالص ما بتعملش حاجة اوكي انا شايف ان هنا احلى افكت كان من دي الواي تمام هو دي بالنسبه للبرسبكتيف انجل اللي بتتفاعل مع ال 3 دي روتيشن تول اللي هي دبليو من الكي بورد